الهند من الصين من تايلاند من امريكا من كندا من كل حته في العالم، لان يعني المؤتمر اشتهر الحقيقه بالمحتوى العلمي القوي والمناهجات العلميه القويه اللي بتجرى. عندنا من كل البلاد العربيه الحقيقه عندنا خبره، عندنا معانا شعوب جماعيه البحريه وباكستان وعندنا من الصين ومن السعوديه ومن كل البلاد العربيه الحقيقه، ولبنان طبعا كبير كبير والاردن، وعندنا اصلا تقنيه جراح مصر مثالي في هذا الموضوع، لان جراحات كنا من كتر دخل خد اهميه جامده جدا في حياتنا اللي فاتت، لان احنا بقينا من اكثر انواع العمليات في الجراحه العامه نظرا لتشكي وباء كنا من كتر في بلاد دلوقتي اكثر من 50% من الناس مصابين بالسمنه، واحنا عندنا في مصر نسبه الحالات اللي اصابت بالسمنه المفرطه او المرضيه اكثر من 5%. فطبعا احنا مهما كنا بنعمل يعني جمعيه مصريه احنا رفضنا ان احنا بنعمل من 30 ل 40 حاله جراحه سمنه في السنه، وده يمثل نسبه ضئيله جدا من نسبه الاصابه اللي هي 5%.